الوقت الحاضر في تونس. انا اكلمك انا في لا انا نحكي معك اي حتى نحكي معك في تونس وقت يحز من قلبي ياسر، لان انا تونسي قبل بعد كل شيء في لا. فما شكون قال لك على البلاتون؟ سمعت واحد قال لك مش تونسي؟ يا سي فوزي يا سي فوزي خلينا نحكي معك. التعليق نتاعنا كل كان تكون بوزيتيف ولفائده المنتخب في رفع المعنويات نتاع المنتخب. لفائده المنتخب قلت لك يا سي فوزي يا فائده ديما نلوجوا شكون غلط وشكون المسؤول وشكون ما عملش هذا وشكون ما عملش هذا. راهو في لا امور نقولها لك في الصحافه التونسيه غير عادي غير عادي وغير عادي. يا سي فوزي ديما نلوجوا في الاتهامات، فلان غلط في فلان ما كانش في المستوى، في فلان ما كانش في المستوى، المدرب غلط. هذا اللي صاير في تونس. الوغ جي فوزون بري فهمتي فوايي معناتها سكي سبا اترافير لو موند، حتى في الموند العرب، حتى في الفرق المصري في الدول. انسحب من كاس العالم فهمتي، وكل من الناس كل كي كانت معاهم الناس كل بوزيتيف. مالوريزمون لازم نقول كلمه معاك يا سي فوزي. سي فوزي مالوريزمون احنا اوني كونتر نو ميم معز جيرغريت بما احنا كونتر نو ميم كسوا في الصحافه. يا سي فوزي خلينا نتكلم معاك كلمه في المغرب. انا فوزي بنزرتي جي دابا جي با دي مونتي لايك ناسيونال ولا حاسب كي ناسيونال ولا نحب حتى شيء. جيتي با لا باراشوتي جي سوي لا جي سوي اون ا بيان ترافاي معناتها كوم دي فو. الناس كل خدمه جي ريمرسي تو لو جوار كي فون فورني. ما نجموش نطلبوا اكثر من اللي قاعدين نعملوا فيه. الحظ ما عملناش احنا في الابتلاء معناتها لا ظلمنا حد ولا تعدى علينا حد واحنا الخايبين. باهي سي فوزي تحب تقول؟ لا ما انا تو خليني نقول شنو حبيت. الكلام اللي قلته هذا الكل قلت لك انت تفرجت مباراة على بنك. انا تفرجت سنة سامحني سي فوزي تو تكلمت من خمس دقائق خليني نجاوبك. خليني نحكي معك حبيبي. انا عندي 30 سنة نتفرج على المباريات على البنك ونعرف الغلطات ونعرف شو فما وش فماش. انا قلت لك يا سي فوزي راهو الكرة تاع العكيشي ضربت على البار ما دخلتش وصحيحة وهذه صحيحة ما جبتهالكش. فوزي معناها كي قلت لك هكا معناها قلت لك مكشوطني. كي نقول لك هكا معناها قلت لك مكشوطني. كي نقول لك انه كي نقول لك انه كي نقول لك انه كوفي كوجا كي نقول لك انه كوفي كوجا مازفر ضرب جزيل قابو معناها مكشوطني معناها نيجاتيف. انا قلت لك يا اخي في البلاتو انا اقول لك سوي بوزيتيف حتى اذا فما حاجه ضد لا انت والخيان كل بارتو. فاقل شيء ضد تونس اكزيست موجود ومحاجه مع تونس نعطيو عليها نظر في لا كلمتين وعدي. باهي سي فوزي الاعلام ما عندوش الحق ما عندوش الحق الاعلام ما عندوش الحق الاعلام يقول علاش لا ما عندوش حق ما عندوش حق يقول علاش الراكد يلعب يلعب مباراه كامله بالمردود هذايا. الاعلام ما عندوش الحق يقول علاش عصام جمعه ما يلعبش. فوز في ليكزامبل نتاع مصر فوز في كروب كومبرونتر ليكزامبل نتاع مصر فهمت كيفاش دار فيك ما تفرجش برشا مرة في التلفزه المصريه يا سي فوزي. دار فيك ما تفرجش برشا في التلفزه المصريه. فهمت لا قاعد نتفرج لا انا بدي قاعد نتفرج ونشوف اش قالوا. لو كان تعرف اش قالوا على شحاته قبل ما يبدا قبل ما يبدا الكاس الافريقي اكثر من وقته. خلينا نحكيو خلينا نحكيو باهي خلينا نقدموا مع الصفايف. خلينا نقدموا برا اسمعني نقول لكم اذا وزاد جامي بوزيتيف. باهي خلينا نكونوا ايجابيين. انا نكون ايجابي معاك جامي. يا سي فوزي خلينا نقدموا شويه عندك الحق يا هيثم. يا سي فوزي خلينا نحكيو شويه نهديو هذه شويه للامور. اذا كان سمعت كلام ولا تشكيك في وطنيتك راه ما تقارش على البلاتو هذايا معناها ثبت امورك قبل. لا وطنيتي حتى ثبت امورك يا عايش يا عايش قبل كل شيء. لا لا ولا حتى حد ما شاف في الوطنيه كما شكينا فيهم في مباراه الموزمبيق شكينا فيهم حتى حد ما ينجم يشك في الوطنيه. حتى حد عنده الحق يشكك في وطنيه حد. كنا مع وطنيتنا. لا انت تشكك في وطنيتنا ولا احنا نشكوا في وطنيتنا. اللي يبذل في مجهود ويقتل في نفسه فرق بين اللي معناتها اللي قاعد على كرسي وفين معناتها اللي يقتل في نفسه ويبذل مجهود. باهي سي فوزي نجموا نحكيو بعض الاسئله من حق من حق وسائل الاعلام وانا مش جايبه من عندي انا. اليوم الناس اللي تفرجت في المباراه هذه الكل عندها العديد من التساؤلات لك سي فوزي. ها ومن بعض الاسئله ماذا بيا لو كان نعرفوه. عادي التغييرات اليوم علاش التغييرات سي فوزي العديد من المحللين اللي يتفرجوا معنا. السلبيات علاش السلبيات نتاع السؤالات هاي السلبيات نتاع السؤالات شو تحبني نقول لك؟ حاجه من السلبيات نتاع السؤالات شنو هي التغييرات؟ شو معناها مطالب انك تعطيني الاسئله انا نسال ما عجبتكش التغييرات تحب تسال وحدك وتجاوب وحدك سي فوزي اسال وجاوب. شفتوا الشوط فانت خلينا نجاوبك انا باهي جاوبني تفضل من غير غش يا سي فوزي. الناس تفرج فيك الشوط الاول معناتها ما كانش في حالته فهمتني شنو هي التغييرات؟ التغييرات ها وزوز اسئله تفضل. التغيير الاخراني مثلا نتاع نفخه في دقيقه خمس دقائق قبل مثلا كي ديك هو خمس دقائق نفخه تخل باش علشان فهمت لا نفخه نعرف يلعب عندي في الاتوال ونعرف يدخل في بعض الحالات يعني نجم حتى يرجع تالي وجي باو في دونك سي ان بوت يلزمنا معناتها ندافع لازمنا نهاجم. هاك تجاوب هاك تنجم تجاوب سي فوزي شنو اللي فيها هذه؟ نخلي اربعه انا في الهجوم نخلي اربعه ولا خمسه في الهجوم فهمت هناك بوت وما غادي معناتها حاسب ناس تدافع وحاسب ناس تدافع. حتى واد اعطيته اكثر من طاقته
تو هذه يخفي اكثر من طاقته وزدته اكثر من طاقته، يبقى زاد ربع ساعه اكثر من المجهود، المجهودات اللي لعبها لهم ربع ساعه زايدين، المفروض يخرج قبل. سي فوزي واضح هذول الجواب واضح، وهذا هو اللي نحبوه. باهي هذا هو الاسئله، هو عنده جواب سؤال باش يتبعوه الجمهور ويفهموا. باهي هيثم واضح واضح يا هيثم، الاسئله الكل اليوم على الراقد وجمعه والمردود اللي قدموه اليوم، كانش بالامكان ان نغيروهم بلعبيه كما مرابط، علاش الراقد بالرغم المردود الخايب زامبي عاود لعب اليوم مباراه كامله؟ والسؤال الثاني علاش جمعه وكلام شارع هذا عصب راي، اذا انت محلل رياضي يلزمك تعمل احصائيه. انا صحافي عندي الحق نسال، مانيش محلل رياضي. لا 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 ماك صحافه، يلزمها تعمل ستاتستيك باش تسال سؤال، يلزمها عندها المعطيات، ما تسال سؤال بالهواء فهمتي، باش تتكلم على الراقد. الراقد فهمت لا برا شوف قداش جراها بعد في الماتش هذا، لانه هذوك البومون دو ليكيب، هو والقرب البومون دو ليكيب هما اللي يجريوا فهمت لا القدام والتالي يجريوا في 14 15 كيلومتر في المباراه فهمتي، ما تنجمش تكلم في الاخر. عصام جماعه عمل الخطر جراها تعب فهمت لا موقفش ماتش كامل، مانيش عارف على عصام، وبعض يقول لي الحاجي ما كانش في المستوى، الحاجي معناتها احسن مباريات عداهم يمكن من دخل المنتخب الماتش اللي فات والماتش هذا. غريبة معناتها بالسؤالات غريبة، نستغرب نستغرب فهمتي يا اخويا، عاملوا حلوا فهمتي لا بعد هذا وكله، شكون عندك انت؟ شكون اللي موجود؟ يا سي فوزي، سي فوزي انا نسالك على جوار قاعد تجاوب فيه على جوار يا اخويا، يقول لي فما عباد قاعدة تعاود لك في حاجات قاعدة تصير في بلاي سخرة يا سي فوزي، راهو معنا ماذا بينا لو كانت هدي شوية أعصابك، لأنه لا الناس قاعدة تفرج فيك يا سي فوزي، راك مدرب وطني، الناس قاعدة تفرج فيك يا عيسى. يفوك أنا نعمل الإحصائيات نتاعنا كل يوم، وإذا تحب تنجم تشوفهم الإحصائيات نتاع كل لاعب شو عمل له، قداش جرى وقداش ضيع من كورة وقداش عمل من باس بوزيتيف وقداش عمل من باس بوزيتيف وقداش فك من كورة، أحسبهم هذوما وين مشى وين جاء ها ابارتور دو لا اون في جوي سي جوار او سيلوي لا. واليوم وانا في تدخل لي دخل مثلا واحد بيفو، جافي با بيزوان دو بيفو، جافي بيزوان دو ماركي ان بوت، جا اللي دخلتهم في براتيكومون كلهم باش يساهموا القدام باش يماركيو مش باش يوخر. تعاود المباراه تقوم بنفس التشكيله وبنفس التغييرات وكان تعاود من جديد، معناها ما عندك حتى شيء ندم عليه اليوم في مباراه تونس والجابون؟ غريبة ولا غريبة؟ غريبة هاك هاك تضحك هاك تضحك يا سي فوزي هاك تضحك هاك تضحك ساتي فوز ساتي فوز، انت والمعطيات اللي عندك انت والموجودين اللي عندك على البنك. سي فوزي سي فوزي تنجم تهدى شويه معناها، لان مش معقول ما نجموش نكملوا هكا، الناس قاعده تفرج فيك راهو، الناس قاعده تفرج فيك الناس كل، وانت في هذه الحاله من العصبيه ما فماش علاش، راهو الاعلام له الحق بانه يسال وتجاوب. لا مش عصبيه، اما وقت اللي تبدا امور مش عاديه وماهيش بوزيتيف. شنو هو اللي مش عادي في سؤال شبير راقد ما واحد؟ شنو مش عادي؟ بصراحه انا قلها لك قلت لها تشوفوا فهمتوا الاعلام نتاعنا براتيكمون تحس به يلوش شكون غلط، مو مرة نغلط فهمت لا جوار غلط فلان حقه تبدل يا ودي ما تراهاش ما تراهاش اذاعات معناتها عالمية ما عمرها ما قالوش علاش فلان 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 فلان، مرة هو فهمت كان عندنا لوجو فهمت لا باش البعض الصحفيين هما يظهروا للاعلام لا اكثر ولا اقل. فتحي ولا سيد احمد ربما انا كل سؤال باش نساله باش يعاود سيد احمد ولا فوزي ولا سي فوزي معك فتحي المود سي فوزي ولا سيد احمد كان عندك حاجه يعيشك. شوف سي فوزي ساعه يظهر لي فما خلط بين البلاتويت برشا تبارك الله في تونس اللي تقال هنا بالعكس لاموا علينا بعد المقابله الاولى وان قلنا ايجابي، تتذكر معز النقاش الكل كيفاش قلنا الجواب معناتها اليوم سلبي أي اليوم سلبي سي فوزي اليوم سلبي والله يحسب والله اليوم سلبي والله يحسب لي نشوفوا شنو الايجابي معناتها وقت اللي نرجع شويه التالي للتاريخ لا لا سي فوزي شوفوا لك التونيزي كيفاش معناتها ما توصلش الجول كيفاش ولات معناتها اشاك فوا معناتها اوني لا وافيك لو ماكسيموم دي نوبر نوصلوا معناتها القدام لا سي فوزي سي فوزي سامحني سي فوزي والله العظيم انا باش نقول لك بصراحه سي مولدي وانتم في البلاتو انا هكا حجادي وهذا اللي نجمو نعملو ولكن وانا اللاعبيه نتاعنا يفو لي زونكوراجي يفو لي دوني لي مويان، يلزمك الصحافه فهمتوا الاعلام تشجعهم مش تحطمهم فهمتي اون تشيرش با لا بتيت بيت، هذوك الامكانيات نتاعنا نلعبوا كونتر دي زيكيب معناتها دو فالور ماهوش ايكيبات معناتها نابورت كي، ربحت المغرب على ريتور الجابون هذه ربحت الكامرون فهمت، ما احناش نلعبوا ضد زيرو معناتها يلزمنا نكونوا واقعيين ونعرفوا الواقع نتاعنا ونحلوا الواقع نتاعنا ونكومونس اترافايي ونقصوا من الكلام في الدولة ونقصوا من التقطيع والتريش في الدولة والكلام اللي مش باهي واللي قاعد يوجع واللي قاعد واصل للملاعبيه وكلهم معناتها براتيكمون توشي
هذا اش باش نقول لكم انا في الدولاب لافدو ماذا بيا معناتها هيك مزيان بارك الله فيك بارك الله فيك على كل سي فوزي تاخذوا عندك الميكرو ما يسالش الاولاد تفضل تفضل سي فوزي تاخذوا معك شكرا لك معز اللي هكا انه فاو نقعد معايا التدخل نتاعنا نقعد معك نقعد نسمع فيك السيد فوزي بزارتي مدرب المنتخب الوطني يحب الاعلام ما يعمل حتى سؤال يحب الاعلام ما عندوش الحق في انه يبحث على المسؤول يحب الاعلام تاع التصفيق اللي صفق للمدرب الوطني واللي صفق للملاعبيه واللي يشكر الملاعبيه دور الاعلام بانه يتحدث وما خرجناش من في اطار الحديث نتاعنا لا قلنا سي فوزي ماهوش وطني ولا قلنا الملاعبيه ماهوش وطنيين ولا سبيناهم نحكيوا في امور فنيه وتكتيكيه اذا كان هذا ما قبلوش السيد فوزي البنزرتي ربما فما اعلام اخر قاعد يحكي في امور ما عندها حتى علاقه بالرياضه وما عندها حتى علاقه بالامور الفنيه ونتاسف بانه مدرب وطني امام ملايين اللي قاعدين يتفرجوا فينا الان مباشره في ستاد سيت يتصرف بهذه الطريقه ويتحدث بهذه الطريقه ويصيح بهذه الطريقه ويقص على الحوار بهذه الطريقه ويمشي هذا قاعد يصير بين الاتقال في عديد القنوات وذاك اللي قاعد يصير وذاك قاعدين نجنيو في الثمار بتاعه صار برشا خلطه اسمع يوصل لهم برشا كلام كما تعرف انا بعاد في لوبانغو عن طريق الانترنت عن طريق التليفونات عن طريق الحباب في تونس يوصل لهم برشا كلام على قاعد قال كما قلت تبارك الله ربما على الجو نتاع الاسبوع الاخر هذا شكرا لك هيثم طياري مباشره من لوبانغو من مقر اقامه المنتخب الوطني نتاسف بانه ما نجمش ناخذ حظك بياسر من الحوار هذا ما عدا تمسك فوزي بنزرتي بكل الاختيارات نتاعو وتمسكه ثانيا بانه لا حتى انسان ما عنده الحق في انه يساله علاش على اليمين وعلاش على اليسار وعلاش الملاعب هذا ومش الملاعب هذا فاصل قصير ثم نعود والحديث بقى